بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من شر هذا الزمان وأهله وأعوذ بجلال وجهك وكمال جلال قدسك أن تجيرني ووالدي وأولادي وأهلي وأحبابي وما تحيطه شفقة قلبي من شر هذه السنة وقني شر ما قضيت فيه واصرف عني شر شهر صفر يا كريم النظر واختم لي في هذا الشهر بالسلامة والعافية والسعادة لي ولوالدي وأولادي ولأهلي وما تحوطه شفقة قلبي وجميع المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.